السلام عليكم سابع، كيفكم؟ Today we're going to start with a new unit, unit 3. This unit is very interesting and the grammar in this unit are very easy. ما في إشي صعب فيها، حتى ال reading هذا الدرس إذا بتشوفوا it's a story. هاي القصة رح تلاقيها كتير حلوة وكتير مشوقة، والحلو فيها إنه فيها lesson for your life، يعني درس للحياة، بتتعلم منها درس مهم جدا لحياتك. The lesson is the golden touch. إذن the title is the golden touch. What's meaning of the golden touch؟ golden touch، golden تعني الذهبية وtouch تعني اللمسة. إذن معنى العنوان هو اللمسة الذهبية. طبعا انت بتكتب معي كل شيء انا بكتبه، وانا راح ابعث لك بالاخر ورقه فيها كل المعاني المهمه، تلخيص لكل كلمه ومعناها. بس في كلمات ممكن انا بالنسبه لي ما حطيتها بالورقه، ممكن اكون انت اوريدي مر عليك انت ما بتعرفها مثلا او ناسيها، اكتبها معي عادي، انا وانا احكي انت اكتب. تمام، let's start with the first paragraph of the lesson. King Midas. مايدس، انتبهوا، مايدس مش ميداس، خطأ، اسمه كينج مايدس. مايدس was a miserable, a greedy person. طيب هون عم نحكي عن ملك، وهذا الملك اسمه مايدس. إذا هاي قصة قديمة وتكلم عن أسطورة أو يعني شخص very famous، مهم. أوكي، was، شو كان ماله هذا الشخص؟ miserable, a greedy person. انتبهوا على البرونسيشن، على اللفظ. مزر a greedy person. مزر تعني بخيل، الإنسان اللي بيكون بخيل يعني مزر، وgreedy يعني طماع. إذا هذا الملك اللي اسمه مايدس كان بخيل وطماع. Who likes to keep money to himself؟ شوف شو كان، يعني الشخص اللي بيحب، likes يعني يحب، to keep money to himself، ليحتفظ في أمواله لنفسه، يحتفظ بأمواله لنفسه، قد ما هو كتير طماع وبخيل ما بيعطي حدا كل الأموال إله. تمام، بس بدي أسأل سؤال قبل ما نحكي هون. likes، ليش حطينا للفعل s؟ وشو اسمه هذا التنس أو هذا الزمن؟ هذا الزمن اسمه simple present. بتذكر معي شو هو simple present؟ simple present اللي هو بنختصره بي، حكيت لكم لازم تكونوا التنسز متمكنين منها، بنختصره بي بجملتين سهلات، إنه إذا كان السبجكت أو الفاعل مفرد يأتي الفعل بعد الفاعل، يعني بعد الفعل هذا الفاعل بيجي الفعل اللي بعده مع S أو ES. إذن الفعل بيكون بعد الفاعل المفرد S مع S أو ES. أما إذا كان الفاعل جمع يأتي الفعل بعده هو ما معه ولا إشي، مثل ما هو كأنه جرارد. يعني مثلا باجي بحكي شي plays tennis، شو حطيت اس للفعل، لكن في نفس الوقت بحكي they play without s لانه الفاعل جمع tennis. تمام، هاي بشكل مختصر جدا، ويعني اعطيتك الرؤوس الاقلام الاساسيه للسمبل بريزنت. اذا نعرف انه احنا هنا في زمن السمبل بريزنت هنا likes، مع انه احنا بدانا في was اللي هي simple past، إذن في الماضي، هلأ بالبريزنت. خلينا نشوف ليش حطينا هون بريزنت، لأنه إحنا عم نحكي عن حقيقة شخص، وإحنا حكينا simple present يستخدم للفاكتس، للحقائق، وهذا الشخص هو هيك، بنحكي عن معلومة أساسية عنه. طيب to himself يعني نفسه. One day an old man said to him، في يوم من الأيام، one day يعني يوم من الأيام، an old man said، أول إشي قبل ما أحكي الترجمة، an، ليش حطيت an؟ أخذناها هاي القاعدة لأنه old هي كلمة تبدأ ب vowel واللي هو ال o، ال o is a vowel، so we have to add an before old. okay، one day an old man، الشخص يعني شخص كبير بالسن أو عجوز، شو حكاله؟ said to him، قال له. said is a verb to of say، ماضي say، حكى له him to him. طيب him refers to who here؟ هذا الضمير him
لمين حكى؟ The old man لمين حكى؟ To King Midas. إذن him هنا refers to King Midas. ننتبه لهاي المعلومات. Wish for anything you like. شو حكى له The old man حكى للملك Midas؟ حكى له wish for anything you like. يعني تمنى. وش يعني تمنى؟ أي شيء. anything يعني أي شيء تحبه. تمنى أي شيء بدك إياه، أي شيء بتحبه. And I will give it to you. رح أعطيه إياه. And I will give it to you. I will هنا I هي عبارة عن I زائد will. I will give it to you. رح أعطيك إياه. Give يعني أعطي. تمام. The old man. إذن تلخيص الفقرة الأولى، نحكي عن King Midas. هو عبارة عن شخص بخيل وطماع، كان يحتفظ بجميع ماله لنفسه. فيوم من الأيام إجاله old man، رجل عجوز أو طاعن بالسن، حكاله تمنى أي إشي بدك إياه وأنا رح أعطيك إياه. شو تمنى يا ترى الملك؟ كهذا كشغ ملك زي هاد طماع وبخيل، شو ممكن يتمنى؟ خلينا نشوف. The king replied at once. يعني عطول الملك جاوب بدون أي تفكير. At once يعني مرة واحدة بدون أي تفكير. At once. I want everything I touch. شوف شو حكى. شو بده؟ حكى أنا بدي everything كل شيء. everything يعني كل شيء. I touch ألمسه to be changed to gold. شوف بده أي إشي يلمسه يتحول لذهب. إذن هنا ذهب is noun، لكن هنا golden is adjective، لأن هون إجت وصفة اللمسة، اللمسة الذهبية. هون إجت صفة للمسة golden، لكن هنا gold معناها اللي هي noun اسم هاي. تمام. إذا نعيد. طلب الملك من the old man، حكاله I want everything I touch to be changed to gold. أي إشي بدي ألمسه يتحول لذهب. إذا I can ask you in the exam، ممكن أسألك في الامتحان. What the king Midas want from the old man؟ What the king Midas has wish from the old man؟ شو الأمنية اللي تمناها من الرجل الكبير؟ أنت بتحكي لي حكى I want everything I touch to be changed to gold. Okay. The old man agreed. The old man agreed. شو يعني agreed؟ وافق عطول، وافق على طلبه. Agreed يعني وافقة. الرجل عجوز وافق على طلبه، حكى له sorry. Then بعد ذلك he disappeared. بعد ما وافق على طلبه اختفى. The old man طبعا. He refers to the old man here. إذن he هنا refers to the old man. و disappeared يعناها اختفى، غاب عن الأنظار. هلأ King Midas was very pleased. كان شماله جدا سعيد. إذا pleased هي adjective صفة. Pleased يعني سعيد جدا. He touched a beautiful red rose. هو لمس. Touched is a verb too of touch. ED. It's a regular. منتظم. He touched a beautiful red rose. لمس وردة حمراء جميلة. إذا beautiful is adjective. Red is adjective. Rose is noun. لمس وردة حمراء جميلة. And the petals turned into shining gold. والبتلز اللي هي البتلات نفس الاسم يعني انجلش وعربي. بتلز يعني بتلات. The petals البتلات اللي هي في النباتات موجودة. Turned تحولت. Turned يعني تحولت. Into shining gold لذهب مشع. يعني تخيل لمس الورد الحمراء وأول ما لمس الورود أو النباتات تحولت إلى shining gold. shining يعني مشع، يعني إلى ذهب مشع أو ذهب لامع. A pea pea تعني النحلة. Flew flew هي ماضي. Fly verb two of fly يعني طارت. Onto his hand طارت النحلة على إيده. And was changed at once مرة واحدة تحولت to into إيش؟ A golden bee تحولت إلى نحلة ذهبية عطول. إذن his هنا refers to who؟ refers to King Midas. إجت على إيدين King Midas وهاي عطول أول ما إجت على إيديه ولمسها at once يعني مرة واحدة تحولت إلى golden bee نحلة ذهبية. King Midas was so excited. King Midas شماله
was so excited. كان لهلأ مبسوط كتير. So excited. جدا مستمتع. He touched many flowers. شو عمل؟ بلش يلمس أي إشي. إذن هو لمس many flowers, الكثير من الورود, عشان يصير عنده ذهب أكتر. والplants والنباتات, flowers ورود, plants نباتات. And statues in the garden. What's the meaning of statues? Statues يعني تماثيل, يعني لمس كثير من الورود وكثير من النباتات, وهلأ بلش يلمس في الستاتيوس اللي هي تماثيل. in the garden في الحديقة, يعني التمثال كله حوله لذهب. garden تعني حديقة. he rushed into the palace. rushed يعني ذهب بسرعة, هرعة, ذهب بسرعة أو هرعة. into the palace اللي هو palace اللي هو القصر تبعه, لا ذهب للقصر. and touched chairs, عطول راح بسرعة عشان يلمس chairs الكراسي. والتابلز والطاولات. and vases, vases اللي هي المزهريات, صار يلمس كلش عشان يصير قصره كله ذهب. everything he touched turned to gold. كل إشي هو لمسه turned to يعني تحول إلى gold, إلى ذهب. I am the luckiest man alive. شو حكى؟ صار يحكي لحاله, حكى I am the luckiest, الأكثر حظا على الإطلاق. حكى أنا الرجل الأكثر حظا على الإطلاق alive في الحياة. cried Midas, يعني صرخ Midas بهذا الجملة. I am the luckiest man alive. But then he tried to bite an apple. بعد هيك he tried to bite an apple, حاول إنه يقضم أو يقضم اللي هي تفاحة. إجي بدي حاول tried إنه يأكل تفاحة أو يخشم من التفاحة أو يقضم منها. and it turned to gold, تحولت إلى ذهب. شوف حتى لما إجي بدي يأكل تفاحة بإيده تحولت إلى ذهب. turn, تحولت إلى ذهب. oh dear, هو حكى مع حاله هلأ بلش يقلق. worried the king, بلش يقلق. worried يعني قلق. I can't eat or drink anything at all. شوف هنا بلش يخاف ويقلق من اللي صار معه, من الطمع تبعه, حتى وصل لمرحلة إنه ما رح يقدر لا يشرب ولا يأكل, لأنه أي شيء رح يلمسه رح يتحول لذهب. I can't eat or drink anything at all. أبدا ما رح أقدر أكل ولا أشرب. I shall die. حكى أنا ممكن أموت. شو استفدت من الذهب؟ shall die, من الممكن أن أموت. أن أموت. just then his daughter, شوف بعد ذلك just then his daughter, his هنا refers to King Midas, daughter تعني ابنته. came into the room, أتت, came ماضي come verb 2, أتت يعني in the room, أجت على الغرفة, room غرفة. and gave him a hug, وأعطته حضن, hug يعني حضن, حضنت أبوها لأنه شافت أبوها. At once she became a golden statue. شوف شو صار, حتى بنته حولها من طمعه. At once, في لحظة واحدة, she became a golden statue. أصبحت ابنته عبارة عن تمثال ذهبي. أصبحت ابنته عبارة عن تمثال ذهبي. King Midas became more unhappy. أصبح تعيس, غير سعيد. It's an opposite of happy. Unhappy, عكس happy. أنهبي يعني تعيس وغير سعيد. For he loved his daughter, لأنه هو بحب بنته. More than gold, هو بحب بنته أكثر من الذهب, صح؟ daughter يعني ابنته حكينا, صح؟ إذا loved, بحبها أكثر من الذهب. he began to cry, بدأ بالبكاء. بدأ بالبكاء لأنه بنته شافها صارت عبارة عن تمثال. suddenly the old man appeared. This is the opposite of disappeared. Disappeared, اختفى. Now the old man appeared, ظهر. رجع فجأة, ظهر ال old man. Are you happy now? حكى له ال old man, بيحكي له King Midas, بيحكي له Are you happy now? هل أنت سعيد الآن؟ He asked, يعني هو سأل. إذن هنا he تعود لي the old man, لأنه هو اللي سأل ال King Midas. تمام, سألوا Are you happy now? هل أنت سعيد الآن؟
الكينج مايدس حكى او نو سيد ذا كينج. اذا سيد ذا كينج شو اللي حكى الكينج؟ حكى او نو جيف مي باك ماي دوتر. شو جيف مي باك ماي دوتر؟ يعني رجع لي. جيف مي باك يعني اعد الي. ماي دوتر ابنتي. اي بروميس اي وونت بي ا ميزر اني مور. حكى له انا بوعدك. بروميس يعني وعد. I won't اللي هي I will not. Won't هي will plus not. I won't be a miser. ما رح أكون بخيل anymore. بعد الآن أبدا. تعلم الدرس. كتر البخل والطمع يخليك تخسر أحب إشي إلك. Very well. هنا the old man is saying that. Very well. حكى له جيد جدا. ممتاز. Said the old man. You have learned your lesson. تعلمت درسك. learned تعلمته. you have learned هاي verb 3 لأنها جت بعد have، والhave والhas بيجي وراهم verb 3. إذا learned هي verb 3. your lesson go and bathe. شو حكاله هنا؟ go and bathe. bathe يعني اغتسل أو استحم. bathe in the river في النهر. Everything that you touch with river water will not be gold any longer. كل إشي أنت لمسته with river water مع مية النهر هاي مع مية النهر will not be gold any longer. ما رح يرجع رح يبطل ذهب رح يرجع لطبيعته بعد هيك. بس لازم تروح على هذا النهر وتغتسل في المي هاي، وأي إشي حولته لذهب إذا حطيت عليه من المي هاي رح يرجع لأصله لطبيعته. King Midas ran quickly. ركض ماضي run. ran is verb 2. quickly it's an adverb. بسرعة. كيف حال كيف الركض على أي هيئة؟ quickly بسرعة تنتهي ب ly is an adverb. to bathe in the river ذهب بسرعة للاغتسال في النهر. then he touched the golden statue with water from the river. بعدين أول إشي لمس الgolden statue المثال الذهبي with water from the river من مياه من النهر، يعني خلى المياه حط المياه على التمثال الذهبي. and there was his daughter وظهرت رجع أو عادت ابنته. daughter ابنته. طبعا هنا his refers to King Midas. alive and well عادت بصحة جيدة يعني على قيد الحياة وبصحة جيدة. alive يعني على قيد الحياة. well يعني بشكل أو بصحة جيدة. he let drops of water هو خلى قطرات المياه fall تقع أو تسقط. fall يعني تسقط. on the tables على الطاولة اللي حولها لذهب، وعلى chairs على كل شيء حوله لذهب، وعلى vases وعلى plants and flowers عليهم كلهم حط بها قطرات من المياه. drops يعني قطرات. and they were no longer made of gold. بعد هيك بطلوا يعني بطلوا من الذهب، عادوا لأصلهم. made of gold مصنوعين من الذهب. king Midas was able to eat and drink again. وعاد الملك مايدس انه يقدر able لديه القدرة to eat and drink again ليأكل ويشرب مرة أخرى. he was very happy كان سعيد جدا. the king remembered the lesson he had learned. الملك remember تذكره. the lesson تذكر الدرس he had learned الذي تعلمه. had learned نفس الشيء had بيجي وراها verb 3. إذا الدرس الذي تعلمه. he was never greedy كان مش أبدا مش طماع. for gold again إنه ما رح يكون أبدا طماع للذهب مرة أخرى. وذات هون شوف note Midas is pronounced like Midas. Midas مش Midas. Midas كأنها إي بس خفيفة. Midas. and that's all for the lesson today. tomorrow إن شاء الله I will answer the question on the story. Thank you for your listening.